الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة ودعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجته وفضله فهذا أمره وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. فترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله من أعظم ما يحقق معية الله الخاصة المقتضية بالنصر والتأييد. فمتى كان العبد مع ربه كان منتصرا ومؤيدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، هذا شهر رمضان، وشهر رمضان شهر الصيام، هو شهر الدعاء والتضرع والتقرب إلى الله. والدعاء بين يدي الله تعالى عبادة عظيمة ودليل على قوة الإيمان وطريق موصلة إليه سبحانه وتعالى، وهو بريد مستعجل تقضى به الحاجات وتفرج به الكروبات وتتحقق به الأمنيات وتدفع به الشرور والمصائب والآفات. الدعاء يا عباد الله عبادة كل وقت وحين، عبادة كل وقت وحين، وعبادة كل أحد من الناس أجمعين. فما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو يعاني من مشكلة ما أو حاجة أو هم يغرق حياته ويطلق راحته أو مرض يرجو شفاءه أو دين يتمنى قضاءه أو فقر يأمل أن يغنيه الله من بعده. فما من حاجة وما من قضاء مجتمعه إلا وله طريق إلى قضائها من الله عز وجل عن طريق الدعاء. الدعاء يا عباد الله، الدعاء ذكره الله عز وجل بعدما فرض الصيام على عباده في آيات الصيام، فقال عقب آيات الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون، فليستجيبوا. فالأمر متوقف على الاستجابة، والأمر متوقف على لجوئنا إلى الله تعالى لكي ننال الرشاد منه سبحانه. وما قرنه الله تعالى بآيات الصيام، ما قرن الله الدعاء بآيات الصيام إلا ليبين أهمية هذا الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. في رمضان يكون الدعاء أعظم
أثبت وأكثر أجرا وأسرع استجابة وأسرع استجابة. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عندما يفطر دعوة لا ترد أبدا، صار النهار كله في عبادة وتبتل ولجوء إليه سبحانه. ثم جاء وقت الإفطار وجلس ورفع يديه ليشكر الله على نعمة تمام الصيام وعلى نعمة الصحة والعافية، ويسأل ربه ما أراد أن يحققه لا للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، لا تدري الناس دعوة لهم بكت خبش يستجيب الله لها، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الأمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب جل وعلا: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي يعني هذا كلام لي المظلوم، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهؤلاء الثلاثة دعوتهم لا ترد: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم يرفع يديه في جنح الظلام، عينه يقظة وقلبه متألم والظالم نائم، فيستجيب له رب العباد بقوله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وإذا لم يكن رمضان هو شهر الدعاء يا عباد الله وفرصة الابتهال والنداء، ففي أي شهر يكون هذا الدعاء؟ هذا موسمه وهذه أيامه ولياليه وهذه فرصته، فعلينا أن نبتهل من الله في كل وقت وحين، لا نتوقف عن الدعاء بالخير لأنفسنا ولأهلنا ولبلدنا ولأمتنا وللناس أجمعين. حتى الظلام ندعو له بالهداية، فليعجل ربنا سبحانه وتعالى توبته عليهم ليعودوا إلى الطريق المستقيم. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بل إن الله سبحانه أيها الإخوة والأخوات جعل من يأبى ذلك من أهل الكبر ومن أهل الغرور في الأرض، جعل مصيره النار ومسقاها، يعني الذين يتكبرون على الله ولا يدعون ولا يسألون الله هؤلاء مصيرهم جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعائي، هكذا قال المفسرون، لا يدعون الله، وانا عندي فلوس، انا عندي الرصيد، انا عندي المغاير، انا عندي كذا، انا عندي كذا، شو بدي ادير الدعاء؟ دعاء خليه للمتلوفين كذا. هؤلاء يتوعدهم الله، يتوعدهم الله بان لهم جهنم سيدخلونها داخلين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اعاذنا الله منها واياكم جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الله عز وجل أثنى على أنبيائه بعبادة الدعاء، فقال عن أنبيائه جميعا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
وكانوا لنا خاشعين. وبالدعاء وصف عباده المؤمنين وجعل أعظم صفة فيهم، فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه أوصاف عباد الله الصالحين، يدعون ربهم عندما يخرون سجدا وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا يطيب لهم النوم لأنهم يريدون أن يناجوا ربهم، فيدعونه سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، خوفا من عقابه بسبب أعمالهم، وطمعا في رحمته لأن رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله واسعه. والدعاء هو سلاحنا أيها الناس، سلاحي وسلاحك الدعاء، به نصلح أحوالنا وبه نصلح أمورنا في ديننا ودنيانا. ولذلك كان الدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وبالدعاء تشفى الأمراض وتذهب الأسقام وتتعافى الأجسام. فهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام بعد البلاء والصبر، بعدما ابتلاه ربه بمرض في جسمه، مرض خطير عافه الناس جميعا وطردوه من بيته ورموه بعيدا عن قريته، فما كان يزوره إلا زوجته الصابرة المؤمنة، وهو صابر محتسب. بعد هذا البلاء وهذا الصبر رفع يديه وقال، قال الله تعالى عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكل واحد فينا يمكن يكون أيوب عليه السلام، ماشي في النبوة، ولكن في الصبر دياله وفي الوجود دياله لله عز وجل، لأن بابنا النبوة مغلق لا يطلع فيها أحد، هي منة ومنحة من الله، ولا تنافسني اجتهادا ولا استجداء. يمكننا أن نكون أيوب في صبره وفي دعائه وفي رجوعه إلى الله، لن ضره شيء، فليصلي بالليل ركعتين حين يكون الناس قياما، وليرفع يديه ويقول: يا ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وسترى العجب إذا أخلصت وإذا صبرت في دعائك، لأن الله عز وجل وعدنا بأن يستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. فالدعاء به تقضى الحاجات وبه تتحقق الرغبات. فكم نحن محتاجين أيها الإخوة إلى دعوات بين يدي ربنا في هذا الشهر الفضيل، نرفع بها أيدينا وتلهج بها ألسنتنا وتخفق بها قلوبنا وتدفع لها عيوننا طمعا في رحمة الله تعالى واستجداءها، ولا بد من أن نكون صادقين فيها. إننا بحاجة إلى أن نقرأ أبواب السماء بدعاء نفيق بعده إلينا ونصح لسباتنا ويعود إلينا نشكرنا، ونتحد في جميع أمورنا ونتنالف على الخير. فلتكن دعوتي ودعوتك التي لا ترد لأمتنا ولمجتمعنا ولحياتنا ولإحداث التغير في سلوكنا وتوجهاتنا وجميع شؤون حياتنا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا ويبلغ كتابنا ويستر حسابنا وتقبل منا جميع اعمالنا. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، للدعاء آداب، آداب عظيمة جليلة، حري بنا أن نستجمعها لكي نحقق بها الإجابة. أول شروط الدعاء، أول أدب من آداب الدعاء، أن تتوب من الله تعالى. فلا معنى للدعاء وأنت مصر على المعصية، تلك المعصية التي فيها، تلك المعصية التي أثقلتك أهلك، تب منها إلى الله وأدعو الله تعالى أن يغفر لك وأن يعافيك من شرها وأن يعوضك خيرا مما ذهب عنك. فالتوبة ثم رد المظالم، وبعدها الإقبال على الله عز وجل بصدق وبعزيمة وإرادة، هو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، وهو الأصل في الإجابة. وغيت الضغط عليه استجبك وشوف حالك كيفاش تدعى الله عز وجل، توب واستطف الدعاء ديالك ورد المظالم، إذا كنت ظالم رد المظالم. ظلمك لغيرك، من أهلك، من أبنائك، من إخوانك، من جيرانك، ما تقولش أنا داير والو، راه كلنا دايرين وكلنا فاعلين وكلنا غارقين. فلننظر إلى أنفسنا بنظرة الانتقاد التام الشامل لسلوكنا، ما نبقاوش نميزو نصنا من الناس، لا أنا ما داير والو غير هما اللي ظلموا، غير هما اللي تعداو، غير هما فينا، فينا عيوب. خصنا غير نحلو عينينا ونشوفو الكيس من دانا نفسه، من دان نفسه، من اتهم نفسه، ومن عمل على إصلاح نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص خاله، قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم الأمر الثاني، الأدب الثاني، أن نتخيل لدعائنا الأوقات الفاضلة، الأوقات الفاضلة الشريفة. هناك أوقات ميزها الله عز وجل، مثل هذا الشهر من السنة، شهر رمضان، وعند الفطر بالخصوص، وعند السحور، عند صلاة الفجر، يرفع الإنسان يديه ويدعو، والله تعالى يعطي كل أحد سنه. فهناك أوقات شريفة كيوم الجمعة في الأسبوع، كهذه الساعة التي نحن فيها، وسائر ساعات يوم الجمعة خاصة بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت ثابت، وقت ثمين جدا. إذا كنا كنلبسوا الأرض ونذكر الله ونستغفره ونتوب إليه ثم ندعو، فإن الله تعالى حري أن يستجيب لنا. وأوقات أخرى بين الأذان والإقامة ويوم عرفة وغيرها من الأوقات. وبين الأذان والإقامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. لكن تسمع الأذان أنت جالس تجيب رفع يديك، بعد أن تردد مع المؤذن كلامه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديك وتكرر، ما تبقاش تتم وكتهضر وكتشوف هنا في الجامع على الناس اللي داخلين الخارج، رفع يديك وتعي. بين الدعاء، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن الجمعة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال: وهي ساعة خفيفة، ساعة خفيفة يعني قليلة في المدة ديالها، غير تكون حريص على أن تنالها ستنالها بإذن الله. ثم من الآداب أيها الإخوة الإخلاص والتضرع والخشوع والرغبة والرغبة،
بد أن يبقى فيه الأدب، فيه الإخلاص، ماشي في رفع الصوت الدعاء والله، لا، في صدق التوجه القلبي إلى الله عز وجل، بد أن يخرج من القلب يا رب يا رب إلى من نلجأ غيرك، من يستجيب لنا غيرك، ليس لنا إله غيرك، وأنت لك عباد آخرون غيرك، فلا تكلنا إلى غيرك يا رب. دائما الإنسان يحرص ويشوف النتيجة، كذلك استقبال القبلة ورفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء. كتلت الله ماك كتستعد دعاء ويديك بجمعين كأنك بيديك كأنك مغسول، رفع يديك كتستعد دعاء الجمعة، رفع يديك ماشي بدعاء، ماشي بدعاء، ماشي بدعاء. دراسات فقهية كثيرة أجريت حول رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة ليس بدعاء. كيف أقوال كيف أقوال كيف اختلاف، وإذا وقع الاختلاف سقط الاحتجاج، ما تحتجني أنا احتجاجي، قلت لك خليني أنا في هذه الساعة المباركة نرفع يدي وندعي، ما تقوليش أنت مبتدعة، لست مبتدعة، لست مبتدعة. اقرأوا 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 كتب فيكم الحديث وتشوفوا شحال الحديث مروي هذا الموضوع، شحال دراسة علمية بسيطة وجريات، ما تعتمدش على مصدر واحد على كتيب واحد ولا على ورقة واحدة. هي تستفيد، ادعو الله وانت متيقن من ان الله سيجيب دعاءك وارفع يديك، ففي الحديث ان الله يستحيي اذا رفع العبد يديه اليه ان يردهما صفرا خاويتين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. تكد رفع يديك الله تعالى في حشمر ذكر يديك مرفوعتين اليه في حشمرتهم خاوي، اذا احرص في الدعاء لمولاك، احرص في الدعاء، احرص في الدعاء لمولاك. ثم لا بد أن يكون دعاؤنا مفتتحاً بحمد الله، مثنياً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومختتماً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قل الحمد لله صيام الحمد كثيرة، ثم نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو، ندعو ما شاء الله تعالى أن ندعو به، ثم نختم بالصلاة مرة أخرى. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعب منه شيء حتى تصلي على نبيك، حتى تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو الفيزا ديالو هو الإذن ديال الدخول إلى السماوات. ويقول أبو سليمان الداراني رحمه الله من الصالحين في هذه الأمة: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين، يقبل الصلاتين على النبي. لسنتي الله تعالى يقبلها الصلاة الأولى، الصلاة الثانية يقبلها. يقول: وهو أكرم، الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يدع ما بينهما. كذلك الصلاتين بصفتهم هما الغلاف ديال الطلب ديالك، الطلب المستطاع اللي نقبل منك الغلاف ديال الطلب ديالك، هو أكرم من أن يرفض أو يترك طلبك، فهو يقبله أيضا بالتبعية. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وذلك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا ومواليدا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.